استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الله الحمد لله سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وإخواني من الأنبياء والمعلمين والقربة والتابعين وتابع التابعين الأولي والعلماء وصلحوا المسلمين من أخص من ذلك الأرواحين شيخنا العائل بن عسير من الزيني بن عبد الغواني والبني أنك وشعهم لرحمن وعليم ولكن من الجنة وينبعنا ويعيد علينا من بركات من أنبار مصر رحمه وعليم وقرمة وخصوص في دين الدين والآخرة وإلى حب المرسل من حمد صلى الله عليه وسلم وحسين ورم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. إذ من القوم ما أنذر آباؤهم وهم غافلون. لقد أطلق القول على أكثرهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإذا القلب مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونحن نقدم وآثار وكل شيء أوصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون. إذ أرسل إليهم أبعثنا بدليل فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء بنفسهم فريد رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من ليس لكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دوني آلهة يردن الرحمن بذل لا تغن عني شفاعتهم ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال إن قوم يعلمون. ما غفر ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزل على من بعد منجل من السماء وما كنا منزلين. إن كان إلا صعد عيدة فإذا هم قابلون. يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا يستهزئون. ألم يركم لنا قبضهم من القرن لما يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا مغفرون. ويضرب الأرض وما تضعيناها وأخرجنا منها حبا هم يأكلون. وجعلنا في جنات من ناخل عناب وفجرنا فيها من عيون. يأكلوا من ثمره وما عملت عينهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كل مما تمد الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون. وآيات لهم الذي نسلخ من النار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منزلا حتى عين كل رجل قديم. لا الشمس ينبغي أن تدرك القمر من ذلك النهار وكل من ملك يسبحون. وآيات لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون. وخلقنا لهم فيما يركبون. وإن نشأ نغلقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتى إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلقكم لعلكم ترحمون. وما تأتي من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم اتقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إنكم صادقين. ما ينظرون إلا صحة وعينة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستغفرون صحة ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من أجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا لمرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صحة وعينة فإذا هم جميع لدينا منظرون. فاليوم نفوز لم ننشا ولا تجزون إلى ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قال من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون.
ألم أعلمكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أنفسهم صراطا فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقص بالخلق أفلا يعقلون ما علمنا شعرا وإن بقي لهم إلا الذكر وقرآن مبين لينذر من كان عليهم قلقون على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أهلنا أنعم وهم لها مالكون ودللناها لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جندهم محضرون ولا يزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم تر الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من العظام هي رميم قل يوحي الذي أنشأ أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر فإذا أنتم منه توقنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون فسبحان الذي يلي ملك كل شيء وإليه ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
صدق الله العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله، ثم إلى روح سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن إيسى، ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلاوي ورسولهم وفروعهم، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ووالدينا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي أشراف بدر في الكون أشراف. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد وامتح من الخير كل مغلاق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وامتح من الخير كل مغلاق.
وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد وآله ومن الحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه، تعالى مجله وعظم شانه، خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة، وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب، فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما عظم هذا الفضل الذي برز من حفرة الإحسان، سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعذرت بوجودها كناف الوجود، وترزت درج العوالم بفراس التكريم. اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى جل العقوب في عالم قدسه الواسع، تجلي انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنقص افراده بتعداد، ولا يمل ذكره بكثرة تقداد، حيث ابرز من عالم الامكان سورة هذا الانسان، ليتشرف بوجود ثقلان، وتنتشر اسراره بالاكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب الا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا قلب بسروره قد توالى بحبيب عم الانام نوالى، جل من شغف الوجود بنور ومرى الكون بهجة وجمالا، قد ترقى بالحسن على مقام ودنا بمجده وتعالى، لاذت العيون بما اجتلته بشرا كاملا يزيه ضلالا، وهو من فوق علم ما قدرت رفعة بشؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من عذرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان، ويحار في تعقل معاني الجنان، انتشر منه بعالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور صلى الله عليه، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم، ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم تسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيعوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله ما
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت ليلة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في مروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، فقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت لي من خصصت، فكان مستقر بالأصنام الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار نور وبهر، فتعلق إمة الراقم لهذه الحروف يليقها في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت الألسن لا تفي بعشر من شهر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تغرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن أزني لا تروي لما فضوا من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله بي في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعدة الشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع، ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع، ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروي ذلك النعيم. اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامر مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل، وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، تشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار، وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم،
وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور. قد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد عدلت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من سلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضبت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها، حملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصبيب. Thank you.
وانظر إلى إله ونداوي
حصانة ليوم الدين وغديك مساء وصباح حصانة ليوم الدين داوين داوي نور رحاي داوين داوي نور وسلم وبارك على آله وموضع لقتمه هذه الذروة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بكرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام إن قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثث ألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله العظيم لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله العظيم لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله العظيم لا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت عناع هذا المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على ظهوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز العامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وجود المرء
Oh,
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من شهور شهر ربيع الأول من الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولت ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بدعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عينينا يده في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف رسول معراجه إلى حضرة الله البر الوصول وظهور آيات الله الباهرة في ذلك المعراج وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك السراج. فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم معه الأمين جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبجيل. فما من سماء ولجها إلا وبادره أهلها بالترحيب والتكريم والتأهيل. وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقه عند الله وشريف منزلته لديه. حتى جاوز سبع الطباق وصل إلى حضرة الإطلاق نازلت من الحضرة الإلهية غوامر النفحات القربية وواجهته بالتحيات وأكرمته بجزيل العطيات وأولته جميل الهبات ونادته بشريف التسليمات بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات. فيا لها من نفحات غامرات وتجليات عالية في حضرة باهرة يشهد فيها الذات للذات وتتلقى عواطف الرحمات وسوابغ الخيوضات بأيدي الخضوع والإخبات. رتب تسقط الأماني حسرى دونها ما وراءهن وراء. عقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما عقل واتصل من علمها بما اتصل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. فما هي إلا منحة خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان وأولته من عواطفها الرحيمة ما يعجز عن حمل الثقلان. وتلك مواهب لا يجسر القلم على شرح حقائقها ولا تستطيع الألسن أن تعرف عن خفي دقائقها. خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة فلا يطمع طامعا في الاطلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها. فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين. فهنيئا للحضرة المحمدية ما واجهها من عطايا الحضرة الأحدية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم. اللهم
صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورقا بر الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا لو القلق سهل واللفت محتوي على المعنى الجز إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله ما سولت الأخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشاني وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب بعناني وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد dengan bismillah kami mulakan alhamdulillah سرتكان صلوات سلام كمي هتركان kepada nabi keluarga sahabat ikutkan sekumpul komplek rawah namanya Kitab dan zikir, salawat dibaca Terang cahayanya, nyinari majlisnya Tercurah banyak
رحمة تهن يا sekumpul mengumpul banyak ulama kumpul bersama hadir majlisnya seorang guru lautan ilmunya Syekhona Zaini mimpin ta'limnya berbagai ilmu diajarkannya segala ilmu fardu ainnya tauhid dan fikih juga tasawufnya semoga Allah balas jasanya Duhai Guru, ayah kami, engkau mendidik, bimbing ruh kami. Engkaulah pewaris nabi-nabi, nyebarluaskan sunnahnya nabi. Cahaya sekumpul Allah masyhurkan berbagai ilmu berbagai ulama habaib datangan berbagai penjuru dunia datangan Mekah hadral maut tak ketinggalan seorang ulama Allah komplitkan suaranya merdu wajahnya tampan tinggi badannya indah menawan siapa ketemu tunduk dan sopan Musalla Raudhah tempat hajarnya bermacam ilmu serta wiridnya sebagai ulama ikutkan nabinya yang Islam padanya amat banyaknya Beliau terkenal murah hatinya, murah hartanya, sosial hatinya. Setiap temu dan yang mu'allafnya, diberinya duit dengan kasihnya. Masjid Martapura dan pesantrennya, ikut menaruh celengan amalnya. Hasilnya puas, banyak dapatnya, berkah ilmunya, berkah gurunya. Sekumpul masyhur banyak muridnya, lebih 10,000 orangnya. Lebih-lebih waktu maulidnya kompleks sekumpul tak memuatnya beliau keturunan Syekh Arsadnya Datuk Kelampayan itu masyhurnya betapa senang hati datunya lihat cucunya dengan suksesnya pengajian sekumpul membawa berkah akhirat berkah dunia pun berkah ojek dan taksi beca pun berkah inilah majlis pembawa rahmat Beliau ulama bukan umara, bahkan umara datang padanya, duduk bersimpuh dengan ta'limnya, bersih politik melulu agama. Beliau terkenal karismatiknya, pejabat negara, bahkan presidennya, semuanya datang minta doanya, ngambil berkahnya, dengar nasihatnya. Tugas ulama amat beratnya, bermacam rintangan dihadapinya, segala fitnahan dengkian padanya, diterima dengan lapang dadanya. Hidup di dunia jangan herannya, negerinya bala, negerinya fana, setiap orang cinta padanya, ada juga orang benci padanya. Rasulullah pun yang paling mulia Ada yang beriman, ada yang kafirnya Dari Nabi Adam hingga kiamatnya Ada yang suka, ada yang bencinya Sebelum tiba waktu wafatnya Komplikasi penyakit Allah mujinya Hatinya sabar terus berobatnya Sakit menambah tinggi pangkatnya Di dalam sakit terus ngajarnya Seolah penyakit tak dirasanya Inilah hamba Allah mencintainya Tanda Allah cinta disakitkannya
Kini tibalah waktu wafatnya, Rabu malamnya, subuh waktunya, tanggal 5 bulan Rajabnya, samping musalla Raudhah maqamnya. Orang yang soleh banyak tandanya, terlebih-lebih waktu wafatnya, manusia banyak datang melawatnya, Allah yang gerakkan geretek hatinya. Guru sekumpul lebih dahsyatnya, jalanan macet dengan totalnya, jalanan penuh dengan manusia, hadir mensolatkan sampai ke pemakamannya. Semua musuh yang dengki padanya, di hari itu terbelalak matanya, lihat manusia begitu banyaknya, Allah lah yang maha tahunya. Di pagi Rabu hari wafatnya, seperti kilat masykur khabarnya, langit pun mendung sedih berduka, hujan gerimis nangis padanya. Di dalam hadis Nabi sabdakan, munafiklah orang Nabi sifatkan, jika tak sedih ulama wafatan, sejahat manusia ya Allah jauhkan. Wahai muslimin dan muslimatnya, paling besar musibah pada agama, wafatnya Nabi penutup Rasulnya, dan wafat ulama penggantinya. Duhai ayah guru sekumpul, subuh doamu Allah kabul, engkaulah sebab kami berkumpul di sini, berkumpul di surga, berkumpul. Kini engkau telah tiada, pandanglah kami senantiasa. Dulu engkau pernah berkata, pandangan guru yang wafat lebih tajamnya. Namamu terus dikenang-kenang, semua orang cinta dan sayang, seorang guru lucu periang, pikiran yang kusut menjadi hilang. Engkau figur yang Nabi gambarkan, berikan ilmu, berikan amalan, pastilah engkau dikubur nyaman, terima balasan jazaul ihsan. Sebelum wafat engkau sempatkan, berikan kami terbaik amalan, paket Al-Quran yang engkau pilihkan, semoga kami diistiqamahkan. Ya Allah, lapangkan beliau di dalam kuburnya, turunkan rahmatmu banyak-banyak padanya, ciumkan beliau bau syurganya, semua dosanya hilang dan sirna. Ya Allah, kami pun mohon ampunan, dunia akhirat mohon diselamatkan, sekeluarga, jiran dan teman, husnul khatimah mohon sudahkan. Ya Rasulullah, salamun alaik, fas'alil يا رسول الله أنت لها يا طبيبي يا دواء التي يا رسول الله سلام عليك أسأل الرحمن في حياتي يا رسول في قضاء حاجتي
يا رسول الله أنت لها أنت قاعدنا إلى الحضرة يا رسول الله سلام عليك فسل الرحمن في يا الله آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ولما نظم الفكر من دري الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفه مشكورا وفيلي فيه محمودا وأن يكتب أعمالي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تهت الرحال فتغشي منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الذي الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في بادك وساكي كرسي إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين واثرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي الطرائق اتباعه من السالكين ولهجك وهجي من المعدين ولأهدك من الحافظين.
اللهم إن لنا عظما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ومجى به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وازره وله وظاهر وعم ببركة وشرف سيدي أولادنا والدينا وأهل قطرنا وادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورة ومن الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مأنا وصورة واكشف اللهم كربة المقربين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واقض شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والاقطار وايدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن العاصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن العاصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن العاصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المحترمون para habaib para tuan guru بالخصوص yang berhadir malam ini para habaib yang berada di samping ulun Habib Fahmi Ba'bud dan juga Habib Lutfi. Lutfi
Al-Kursi. Oh, panjang Muhammad bin Faqih. Habib Muhammad bin Faqih yang mohon maaf ulun kada menyebut nama-namanya karena kalau disambat satu persatu maaf sendirinya. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau-beliau para duriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para syaraif yang ada di belakang sana mungkin ya. Dan juga para guru-guru ini di sini gudangnya guru-guru. Terkumpul buan guru-guru Darussalam mulai di ujung sana guru Ripai ini ada. Kemudian guru Jubair, guru Tahir, guru Abdurrahman, guru Bahruni, guru Muhammad Ali dan insyaallah. Ulun kada tahu kenapa jadi diundang ke sini. Karena ternyata di sini banyak sudah guru-guru tokoh-tokohnya. Sebelumnya ulun menyangka cuman ya orangnya mungkin 100-200. Sekalinya datang ke sini kayak pasar malam banyak penuh. Insyaallah. Orang berjualan banyak, anak-anak banyak. Luar biasa. Jadi mohon maaf kepada para habaib, para tuan guru kalau ulun lancang ya. Diminta untuk membacakan manakib yang mulia guru kita almarhum Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekupul. Ulun memberanikan diri walaupun sebenarnya kada pantas. Ada yang lebih berhak, yang lebih pantas, yang lebih tua dari ulun. Kalau di fikih itu disebutkan idza wujidal ma batalat tayammum. Kalau banyu sudah ada, batayammum kada boleh lagi. Di sini para guru-guru sebenarnya lebih pantas. Ada guru di Pai ini lebih berhak untuk bisa menyampaikan. Beliau makamnya banyu ulun tayammum. Kada kawa melawani. Cuman karena sudah terlanjur menerima Guru Abdurrahman meminta bacakan manakib, jadi ya bismillah dengan memberanikan diri ulun duduk di sini. Ya. Ini masya Allah bulan-bulan Rajab ini hampir di mana-mana tempat hampir langgar, masjid, majlis ramai melaksanakan pertama peringatan Isra Mi'raj, yang kedua yaitu momen wafatnya yang mulia Guru Sekumpul. Jadi untuk kita saat ini jadi sorotan luar biasa dari daerah-daerah luar, yaitu luar Kalimantan, karena momen yang selain daripada Isra Mi'raj yang biasa dilaksanakan, kita ada momen lain yaitu memperingati haulnya Guru Sekumpul. Dan ini luar biasa. Tadi dalam syair banyak yang luar biasa diucapkan. Siapa yang menggerakkan hati-hati orang untuk datang ke sini? Padahal kalau dipikir-pikir di rumah lebih nyaman. Apalagi hawa dingin, parut lapar, mata mengantuk. Ini lapar apa belum? Sudah jam 10, setengah 11. Lapar apa belum? Nah kalau lapar boleh aja makan sambil makan. Tapi jangan mengunyah. Taguk langsung. Sebaiknya ada daur kalau bukunya kena pengin apalagi bekeropok pian nyaring jalan bunyinya. Kada Bapak silakan hendak minum, makan kada Bapak. Kasihan karena tadi masyaallah mulai jam berapa pian duduk di sini? Mulai habis Isya, jam 8 ini sudah setengah 11. Sejam 2 jam setengah sudah lumayan. Amun sudah umur 40 ke atas, pinggang sudah mulai terasa.
Tapi kalau kena nakan ya kada peduli itu nanti ada yang terbantai sudah. Kalau kena nakan kan kada kena taklif jadi bebas saja. Amun orang tua supan nak terbantai jadi mau ke situ. Ini luar biasa ya, semangat, keinginan untuk bisa hadir dari orang-orang yang mana semuanya ini rasa cinta kepada seorang wali min awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tergerak hati, ada yang rela mengeluarkan duit, ada yang kada berduit, mengeluarkan tenaga, membantu dengan tenaga. Ada yang kada tenaga membantu dengan semangat. Ada yang kada bersemangat membantu dengan doa. Tapi ada juga yang terakhir bagian meniwas aja kan. Intinya semua berpartisipasi luar biasa. Memang seorang wali min auliya Allah itu kadang-kadang karomahnya bukan hanya sebatas semasa hidup, bahkan ketika sudah meninggal dunia pun karomahnya kadang-kadang lebih besar daripada ketika semasa hidup. Di dalam hadis disebutkan al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minhu i'tarafa. وَمَا تَنَكَرَ مِنْهُ اِخْتَلَفْ. Ruh setiap orang itu laksana tentara yang mana jikalau mereka ruh itu saling kenal maka akan terjadi rasa kasih sayang. Tapi kalau kada saling kenal maka jangan harap ada timbul rasa kasih sayang. Kita hidup di zaman yang mana jauh dengan Datuk Kalampayan, jauh dengan Habib Abdullah Al-Haddad, jauh dengan Fakih Mukkan, timbullah rasa cinta yang luar biasa. Nah ini hanya sebagai pembukaan daripada manakib yang akan ulun bacakan, yaitu manakib yang mulia daripada guru kita, Guru Sekumpul. Karena permintaannya adalah membaca manakib. InsyaAllah, dari manakib nanti insyaallah kita akan sedikit ada kembangan-kembangan. Untuk memulai mari kita sama-sama membaca Fatihah yang mana pahalanya kita haturkan, kita hadiahkan kepada seluruh guru-guru kita, orang tua kita dan orang-orang yang telah membimbing kita. Wabil khusus kepada yang mulia guru kita Guru Sekumpul. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب يا ربي وارحم لشيخنا أبي البدلي وصب في قبره الرحمة والنعم بجاهه ربنا حصل مقاصدنا واختم بخاتمة الحسنى مع السلام وصل يا ربنا على النبي الحاشمي والآل والصحب والأتباع كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذه ورقات قليلة تحتوي على معاني جزيلة ومناقب عزيزة للعارف الرباني والعالم الصمداني أبي البدلي الذي يتبعه التالي ويرجع إليه الغالي شيخ الطريقة السمانية في المنطقة البنجرية الشيخ محمد زين بن عبد الغني وسميناها بغية المحبين. ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بنبيه سيدي ولد عدنان أن يجعل نفعها دائم السيلان بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان ويبلغنا بها إلى فصيح الجنان دار النعمة والامتنان. آمين يا رب العالمين.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan ia akan kaum yang lain untuk berkhidmat kepadanya. Salawat dan salam atas semulia Nabi dan Rasul junjungan dan penghulu kita, Nabi yang sangat dipercaya, dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian sampai akhir zaman. Adapun kemudian daripada itu, bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah manakib yang sangat mulia bagi seorang arif Rabbani dan alim Samadani Abil Badali, yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya. Syekhut Tariqah Samaniyah di negeri Banjar, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu anhu. Dan kami beri nama lembaran ini dengan nama Bughyatul Muhibbin, yaitu suatu yang sangat digemari oleh para pecinta. Dan kita memohon kepada Allah yang amat pemurah lagi amat memberi karunia, dan juga kita bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan manfaatnya terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman. Dan adapun sebelum kita membaca manakib wali-wali Allah sebagaimana disebutkan di dalam manakib Syekh Saman, Syekh As-Sayyid Muhammad Abdul Karim As-Saman Al-Madani, hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan berkat dan imdad dari mereka. Dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka, karena mengakibatkan jauhnya daripada mendapat berkah dan madad daripada mereka, sekalipun kita sudah berkhidmat kepada mereka 100 tahun. Bermula berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan hamba-hambanya yang saleh itu adalah wajib menurut ijma. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. Husnul dhanni billah wa husnul dhanni bi ibadillah. Wa khaslatani laisa dunahuma syai'un minasy syarri su'ul dhanni billah wa su'ul dhanni bi ibadillah. Yang artinya dua perkara yang tidak ada di atasnya suatu yang lebih baik daripada itu, yaitu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Dan yang dua perkara yang tiada di bawahnya sesuatu yang lebih buruk daripadanya, yaitu buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba Allah. Adapun kelebihan berbaik sangka itu adalah bersengatan banyak, sebagaimana berburuk sangka itu kerugiannya juga amatlah banyak. Maka cukuplah bagi kita semua bahwa berbaik sangka itu menyebabkan baik kesudahannya atau husnul khatimah, dan jahat sangka itu menyebabkan jahat kesudahan atau su'ul khatimah. Nah, di sini kita mulai dengan husnul zan kita kepada yang kita hauli, yang mana beliau adalah seorang yang dimuliakan oleh Allah, yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbaik sangka kepada beliau, karena dengan baik sangka ini semua insyaallah akan menjadi kebaikan untuk kita. Tapi kalau kita sudah dari pertama su'udzon atau buruk sangka, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Ada seorang ustadz diutus oleh pondok pesantren untuk mengajar, tapi di kampung jauh di pedalaman, di daerah orang Kristen yang banyak. Kalau tidak salah di daerah NTT. Jadi dari Jawa diutus untuk berdakwah mengajar di daerah NTT. Sampai di sana masuk ke dalam kampung, dan di situ ya tinggal di kampung, bakawan dan orang di situ. Orang kampung ini kebanyakan Kristen memang, dan rata-rata orang sana itu bingung anjing. Hampir tiap buah rumah ada bisi anjing.
Nah, si ustaz ini ingin berdakwah di situ, berakrab-akrab lawan orang kampung. Akhirnya ada seikung kenanak nang akrab lawan ustaz tadi. Kenanak mungkin seumuran inilah. Kenanak ini bisi bingung anjing, lawan akrab lawan anjing tujuh pulangnya. Katanya orang Kristen kan, jadi biasa lawan anjing. Setelah lawas jadi akrab, lalu kemudian suatu hari anjing kenanak tadi itu garing. Dan nengaran di kampung kada ada dokter spesialis hewan. Jangankan spesialis hewan, dokter biasa aja ngalih mencari. Si kenanak tadi bingung kayak apa mau obati anjingnya ini. Akhirnya ingat kan ada bisikawan ustaz. Dan biasanya menurut pemahaman si kenang tadi, menurut sangkanya ustaz itu bisa membaca-baca model kayak dianggap sekelas dukun lah. Akhirnya datang kenang tadi, wadah si ustaz, minta tolong, tolong obati akan anjing saya. Ustaz bingung kayak apa mau obati anjing. Tapi karena husnuzan si kenang tadi, datanglah si ustaz melihat anjing. Dasar tebujur anjingnya terbantai. Terabah kalau bergerak anjingnya, kayak orang kena kepanasan gitu. Napa ujar ustaz ini mau obatin apa anjing? Mau obatin manusia aja kada bisa, karena lain dokter memang. Akhirnya karena orang Jawa, ini mungkin ada orang Jawa karena tolong terjemahkan bahasa Jawanya. Kalau ulun tersalah maksudnya bujurangan. Jadi orang Jawa ini menderi anjing tadi itu. Penderinya anjing itu kan kalau bahasa Jawa asu. Su asu. Lek awakmu Arab modar. Modar. Ini mungkin ada salah gitu bahasanya. Pokoknya bahasa kitanya kalau anjing amun ikam hendak mati mati aja. Tapi amun akan hendak hidup, hidup lah kasih. Bahasa Jawanya mungkin nang bisa bahasa Jawa bisa menerjemahkan. Dan subhanallah, Allah ingin memberikan sesuatu mungkin supaya ustaz ini bisa diterima di dakwah di situ. Anjing itu bergerak, begagah dan subhanallah sehat kan anjingnya. Si kenanak tadi melihat nengaran anjing sehat, oh senang benar, terima kasih benar. Tapi belum Islam lagi nya. Senang, luar biasa senangnya. Akhirnya terima kasih. Sampai beberapa hari ustaz boleh ke rumah pulang. Biasa. Pas berjalan beberapa hari, bergantian ustaznya pulang nang garing. Nah, di sini nang kacaunya. Pas kan anak tadi beelang kepada si ustaz, melihat ustaz terbantai juga garing. Kasihan, wah ustaz sakit katanya. Akhirnya ingat doa yang dibacakan oleh ustaz tadi itu. Rupanya dihafalinnya doa yang tadi itu. Inya husnuzon itu doa. Akhirnya dibacanya di hadapan ustaz dia bilang, so asu. So asu bangun. Pak, le awakmu Arab modar, modar. Ustaz saking saking loconya tertawa mendengar si kenanak tadi menyambatinya asu, akhirnya mengalangkang ustaz ampih garing pulang ustaz. Ini husnuzon. Padahal lain doa, cuman karena tadi sangka baik dan menyenangkan hati seseorang, maka akhirnya sembuhlah si ustaz. Jadi kita memang harus banyak-banyak husnuzon bi'ibadillah, husnuzon billah, wa husnuzon bi'ibadillah. Apalagi lawan orang awliya Allah. Kadang mungkin ada sesuatu yang kita kurang pas. Ya. Fasallim li ahlillah. Fasallim li ahlillah kulla muskilin ladaika ladaihim wadihun bil adillah. Serahkan. Kalau sesuatu yang menurut kita ini muskil, salah. Tapi itu adalah orang yang dekat dengan Allah, maka kita serahkan. Karena apa? Mungkin bagi kita kada ada dalilnya, tapi bagi mereka ada dalilnya. Maka kita utamakan husnuzon.
Selanjutnya, ya Rabbi warhamli syaikhina Abil Badali wasubba fi qabrihi ar-rahmata wan ni'ami bijahihi rabbana hassil maqasidana waqtim bi khatimatil husna ma'assalami wa salli ya rabbana ala nabiyil hashimi wal ali washabbi wal atba'i kullihim. قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Yang artinya bermula tanah yang baik dan subur itu mengeluarkan ia akan tanaman yang tumbuh subur dengan izin Allah, dan tanah yang tidak subur tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali sulit tumbuhnya. Demikianlah seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat kami kepada orang-orang yang bersyukur. Bermula nasabnya radhiyallahu anhu, itu dari pihak ayah beliau adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Salman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu nasab dari abah. Dan bermula nasab beliau radhiyallahu an dari pihak ibu beliau adalah bernama ibu beliau Masriyah binti Sofiyah binti Iyam binti Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tua beliau pada tuan yang kelima, yaitu Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid. Ini nasab. Memang kita kada menafikan ada nasab yang mulia seperti para habaib. Ini mereka orang-orang yang punya kelebihan, yang mana di tubuh mereka mengalir darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kada kawa dinafikan walau kayak apapun. Tetap seandainya terjadi apapun, maka tetap mereka adalah zuriatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga orang yang punya kedudukan, punya nasab yang bagus, maka insyaallah tidak akan jauh daripada orang tuanya. Walaupun bisa saja terjadi, tapi karena berkat orang tua yang saleh, orang tua yang baik, yang taat kepada Allah, maka doanya akan insyaallah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam surah Al-Kahfi, seorang anak yang dijaga oleh Allah sehingga Nabi Khidir sampai turun tangan membujurakan rumahnya karena doa kainang ketujuh untuk supaya dijagakan. Nah, begitu juga dengan nasab ini, ya kita kada menafikan ada kelebihan-kelebihan tersendiri. Tapi kada menutup kemungkinan kalau orang yang nasabnya bisa biasa-biasa aja, subhanallah, kalau Allah menghendaki bisa saja menjadi mulia. Dengan cara apa? Itu dengan menuntut ilmu. Seorang budak bisa naik menduduki kedudukan raja dengan ilmu, sebaliknya raja bisa turun kepada kedudukan budak jikalau dia tidak berilmu. Al-Imam Atha ibn Rabah, yang mana beliau dulunya adalah seorang budak, tapi kemudian beliau belajar menuntut ilmu, hadir kepada para sahabat yang ada hidup di zaman itu, belajar sehingga menjadi salah satu sayyidut tabi'in di kota Mekah. Bahkan Imam Abu Hanifah pun sampai belajar kepada beliau. Suatu masa Imam Abu Hanifah tulak haji. Ketika sampai di Mekah, Imam Abu Hanifah sudah alim luar biasa, tapi belum pernah haji. Jadi sudah berfatwa tentang hukum-hukum haji, cuman kada pernah ke Mekah lagi. Ketika sampai di Mekah, setelah selesai haji tuntung, lalu kemudian hendak bertahallul, hendak bercukur al-halaq. Ketika sampai di tukang gunting, lalu betakun Imam Abu Hanifah lawan tukang gunting, ujar sidin, berapa ongkosnya untuk bercukur begundul? Sekalinya ujar tukang cukur,
termasuk sunnah Nabi kada usah betakun harga amun handak begundul begundul. Takajud Imam Abu Hanifah dilajari oleh tukang gunting. Akhirnya duduk sidin. Sekali sudah ditagur oleh tukang cukur, sekali pas duduk tagur pulang, ujar tukang cukur, termasuk sunnah Nabi kalau bergunting menghadap kiblat. Ya sini dua kali aku ditagur saudara. Ini orang alim. Akhirnya duduk menghadap kiblat. Pas nang ketiga, sekalinya apa? Menyurung pulang kepala, tasurung sebelah kiri. Tanggur pulang oleh tukang cukur, jatuh tukang gunting, minas sunnah, termasuk sunnah, kalau hendak memulai sebelah kanan dulu. Jadi tiga kali sudah aku ditagur. Akhirnya suruh, pas lagi digunting, sekalinya sini berdiam aja. Ditagur pulang oleh tukang cukur. Uja tukang cukur termasuk sunnah kalau lagi digunting habis bahaji atau umrah bebacaan jangan dia diam ya. Terdiam sih jeneng kada hasanah jeneng kada kada apa-apa ini tukang lain tukang gunting biasa gini orang alim. Akhirnya sudah sampai tutup begunting langsung ditakon sini pian ini siapa? Uja tukang gunting, ulun tukang gunting. Amun nang itu tahu aja aku tukang gunting cuman ngaran pian siapa? Lalu menyambat ngaran ulun ini pun. Saya tahu Imam Abu Hanifah kada termasuk orang alim ini kisahnya. Kada terkenal. Guru pian bang siapa? Lalu menyambat guru ulun adalah Al-Imam Atha Ibn Rabah. Sayyidut Tabi'in. Ha, ujian Imam Abu Hanifah. Ini makanya pian jadi orang alim. Walaupun pian kada alim tapi guru pian orang alim, maka Allah jadikan pian terhormat walaupun tukang gunting statusnya. Hanya duduk di pengajian Al-Imam Atha Ibn Rabah. Di situ Imam Abu Hanifah mengambil pelajaran dari tukang gunting, ilmu yang didapatkan oleh beliau ke sunnah-sunnah Nabi daripada ketika bertahallul. Ilmu yang mengangkat derajat seseorang. Apalagi yang kita hauli ini tadi disebutkan ilmunya sangat luas luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan daripada beliau, baik dari ilmu yang beliau ajarkan, aurat-aurat yang beliau sampaikan, kemudian doa-doa yang beliau panjatkan. Semoga kita mendapatkan bagian daripada yang beliau munajatkan ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sampai jam 11 saja mungkin. Karena banyak. Ini sudah jam 11 kurang 10. Dan ketika mendekati masa kelahiran beliau, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau. Yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tua beliau radhiyallahu an keluar dari kampung Keraton ke kampung Tunggul Irang seberang. Menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu daripada nenek beliau yang bernama Sofia. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Oh, ini luar biasa, Tunggul Irang tidak pernah masuki penjajah. Hal itu terjadi karena ada seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Yang mana makam beliau sampai hari ini masih ada di Tunggul Irang sana. Dan ketika beliau dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam, malam Arba'a tanggal 27 Muharram tahun 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari tahun 1942 Miladiah. Ketika itu mata beliau hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya. Normal bayi itu kalau diranakakan kan menangis. Amun kada menangis maka dipulah supaya menangis. Dikibitkah? Digretekilah. Digretekilah kada menangis. Karena menurut kedokteran ujaran,
Kalau bayi kada bayi lahir kada bersuara, maka kemungkinan gonolnya kena bisa tuli dan tuli dan bisu. Nah, jadi kalau bayi pina lahir tenang, benar kan nangis kada, bunyi kada, melihat kada, bepajam aja bisa-bisa mati itu. Hati-hati. Tapi kalau ini menangis, nah insyaallah itu bagus. Jadi jangan takjub kalau bayi menangis. Rata-rata bayi lahir itu menangis. Serta tubuhnya pun membiru hingga nenek beliau yang bernama Salbiah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuh beliau radhiyallahu an berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebanyakan kebiasaan. Dan tangisnya pun mulai terdengar, akan tetapi tiadalah itu mau tiadalah radhiyallahu an itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau menghisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwasanya radhiyallahu an mau ia menyusu kepada ibunya manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya yaitu yang bukan mahram. Ini subhanallah ya. Kalau ada bebinian bisi anak, lalu anaknya ketika anak menyusu ada orang lain kada mau menyusu. Bisa anaknya ini termasuk wali min auli Allah juga, calon wali min auli Allah. Karena ini kan menampakkan aurat. Ketika seorang menampakkan aurat, lalu ada yang bisa menghalangi supaya kada menampakkan aurat, berarti ini termasuk luar biasa. Ini maaf-maaf, bebinian kadang-kadang karena mungkin saking sayangnya lawan anak, sampai kada peduli lagi menyusui anak di mana-mana menyusui anak. Di motor, di bis, pas anak menangis, langsung aja menyusui anak, kada peduli orang dihiga. Ini apa aurat sebenarnya? Jangan sampai gara-gara anak, ibu-ibu, para perempuan yang bisi anak, jadi melakukan pelanggaran terhadap syariat. Masih ada cara untuk bisa melindungi diri supaya jangan terbuka aurat untuk menyusui anak. Jadi harus diperhatikan. Dan juga para suami mengingatkan kepada istri, kepada bini, kalau bini misalnya hendak menyusui langsung kada peduli, ini ingatkan umannya, jangan membuka susu sembarangan. Ini ampun aku. Ketahuan orang kena. Jangan hati-hati. Makanya alhamdulillah di tempat-tempat tertentu itu disiapkan. Kalau di bandara, di stasiun ada khusus buat ibu-ibu menyusui. Nah, disitulah. Jangan sampai tadi maaf-maaf membuka di tempat-tempat nang kada pantas. Kadang-kadang itu tadi karena saking sayang. Makanya dikatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kadang-kadang memang gara-gara anak telanggarlah beberapa syariat Allah karena kelimpatan sayang lawan anak. Padahal jangan sampai anak itu menjadi fitnah bagi kita. Justru bagaimana anak itu menjadi aset untuk kita nanti bulik ke akhirat. Harus kita bekali dengan ilmu agama. Dan kemudian adalah nama beliau ketika masih kecil yaitu Usairi. Kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu an dengan nama Muhammad Zaini atas permintaan beliau sendiri karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Kiram. Ini sekelumit baru masa kecil beliau. Yang mana dari kelahiran sampai tadi beliau mulai beranjak sedikit besar menyusu kepada orang tua. Kemudian nama beliau pada pertamanya beda, bukan seperti nama yang sekarang dari buku manakib ini. Dan mengganti nama bukan sesuatu yang salah, boleh-boleh saja. Kalau misalnya merasa kada nyaman dengan ngaran lalu hendak berganti, silakan.
Di zaman Rasulullah banyak para sahabat yang diganti namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kurang pantas. Hujan. Alhamdulillah. Berarti kedalam selawas lagi udah. Nah. Sebagai penutup daripada manakib ini, ulun bacakan yang terakhir saja. Karena kasihan hatinya sudah mulai hujan. Qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang artinya, dan tidaklah yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini setengah daripada wasiat beliau, yaitu sebagaimana wasiat guru-guru tarekat samaniyah dan ulama kepada murid-muridnya. Itu baru wasiat beliau dengan yang pertama menghormati ulama dan ulama tasawuf dan ulama fikih dan ulama Al-Quran. Yang kedua, lurus hati tidak khianat. Yang ketiga, murah diri suka menolong. Yang keempat, suka murah tangan dan suka memberi. Yang kelima, manis muka dan mengorbankan diri untuk kebaikan dan nasihat-nasihat yang lain. Ini sudah mulai bubar, jadi mudah-mudahan sebagai penutup. Semoga kumpul kita malam ini kumpul yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang menjadikan kita dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah, dekat kepada para ulama, dekat kepada para habaib, dan juga menjadikan perkumpulan yang membawa nanti kita juga akan dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah, bersama para ulama di surganya nanti. Dan semoga dengan keluarnya kita dari tempat ini semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita, diampuni, dimaafkan segala kesalahan kita, dan juga semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita semuanya dikabulkan, hajat dunia dikabulkan, hajat akhirat juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga apa yang dilakukan oleh para masyarakat yang ada di sini adalah sebagai amal yang diterima, yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dapat ganjaran yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga kita semua jikalau nanti habis umur ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kelancangan dan keteledoran dulu dalam menyampaikan apa-apa yang tadi. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أبطل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرهم وأنوارهم وعلومهم ونبهاتهم بالدين والدنيا والآخرة وعلمنا وأسرابنا الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وسلم اجمعين اللهم اجعل واوصل وبلغ وتقبل ما قرانا من القران العظيم وقل من قول لا اله الا الله وسبحنا بحمده وصلينا على النبي صلى الله عليه وسلم عملنا من عمل الخير في هذه الساعه المباركه نهدي ثوب الى روح رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الصحابه القرابه جميع الانبياء والمرسلين وجميع اولياء الصالحين خصوصا الى روح من استمعه بسبب اجله الى روح شيخنا محمد زيد بن عبد الغني اللهم اعلي درجه الجنه واجمعهم مع النبي والصديقين والشهداء والصالحين بحق ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غنى للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا وسلمك يا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين رب القبول الفاتحة اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا رب المصطفى بالمقاصد
الخاصين واغفر لنا ما بدا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى من مقاصدنا واغفر لنا ما بدا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى من مقاصدنا واغفر لنا ما بدا يا واسع الكرم تقبل الله منكم تقبل يا كريم.